محتاج المكونات زي الليدات الموجوده دي، هجيبها منين؟ احنا مش بننتجها، هجيبها من بره. او اللي مش عارف يجيبها من بره يقول لك اروح باب اللو ولا العتبه ولا اخره اشتري الحاجات دي. لو انت رحت الحته دي تجد انه الحاجه اللي هي في الصين بجنيه تتباع هنا بخمسة جنيه. فلما يجي الشباب، واحد من الشباب عايز يعمل مشروع زي ده ويبتدي يجمع، يقول لك يا عم ده ارخص لي ان احنا نجيبها من الصين. ليه؟ لان المكونات غاليه جدا عليه. طب ايه حل هذه الاشكاليه؟ في حل، لان انا تصادف ان انا بسافر الصين كتير وعندي شغل، فعارف الارقام وانا بعمل هذه اللغه، ومعايا شباب صغير وبنصنع الحاجات دي وبدربهم، ومش كده وبس، انا بخليهم يعملوا الحاجات دي في بيتهم في البيوت. انا بجيب لهم الحاجات دي، والبنت او البنات الصغيرين او الكبار مش قادره تطلع، خلاص يا بنتي اقعدي في بيتك واحنا هنجيب لك الحاجات المكونات وهي تركب اللمبه. عمليه سهله ومش صعبه، نموذج انا بعمله عشان يحتذى به في القرى اللي حوالينا وفي المناطق اللي حوالينا. طب ايه العقبه للشباب عشان يعمل حاجات زي دي؟ ودي مشاريع موجوده ومنها يعني كتير، عاملين دراسات كمركز معاملات مجلس وزراء عن هذه المشاريع. ايه العائق الرئيسي؟ الشاب من دول يروح للصندوق الاجتماعي عايز يعمل مشروع، هتيجي يتكلم على التكنولوجيا، طبعا بتاع الصندوق الاجتماعي مش فاهم ايه التكنولوجيا، اقول له يا ابني ما تربي لك عجلين وخلص دماغك. ده نمره واحد. الشاب اصر، طب ماشي هنعمل التكنولوجيا، هجيب المكونات دي منين؟ لازم رخصه. هل الشاب من دول هيضطر يسافر الصين كل مره عشان يعمل اي حاجه، ومعاه كام عشان يصرف على هذه المشاريع؟ ما يقدرش يعمل ده كله. فنعمل ايه؟ هناك حلول كثيره. اولا لازم نرخص له. ليه بقى؟ لو ان الشاب من دول او مجموعه شباب عملوا ورشه باللغه بتاعتنا اللي هي بلغه الصين، تعتبر مصنع صغير 100 متر، وترخص ترخص سجل صناعي كوحده صناعيه، هنا نبدا الحديث في الحصول على مكونات الانتاج بالسعر بتاعها التي تباع به في الصين، ويجي لي بالطياره بدون اي اجراءات، او بمركب باجراءات بسيطه جدا، تكاليف شحن مش عاليه، واقدر اوصل لحديه انتاجيه واقتصاديه لحل، واجيب المكونات سعرها رخيص، هنا اقدر انافس المنتج الصيني. لما احنا نشوف سيادتك ان المشاريع والمنتجات الصينيه بتقفل ورش، بتقفل ورش عندنا وبتقفل مصانع عندنا لانه مش قادر ينافس، تتكلم معاه يقول لك يا بيه ما الماده الخام غاليه. طب انت على المشاريع، امال الشباب بتوعنا دول هيشتغلوا في ايه؟ الشباب اللي قاعدين دول اللي احنا بنتكلم عليهم وعايزين نشجعهم ويشتغلوا في مجال التكنولوجيا، وعايزين الميديا تتكلم على التكنولوجيا، هيشتغلوا في ايه؟ اذا كانت الماده الخام اصلا غاليه، طب ليه الدنيا معقده؟ لان التراخيص، مين هيرخص؟ وزاره الصناعه، هيئه التصميم الصناعيه. هيئه التصميم الصناعيه وانا بقى تجربه معاها، الحصول على رخصه الصناعه الدخول الى الجنه اسهل كثيرا من الحصول على رخص الصناعة. هل تتخيل هذا؟ التعقيدات لمن؟ لوزير مسؤول عن الصناعة والصناعات الصغيرة، وهذه الهيئة تتبعه التي تصدر التراخيص. شوف بقى الشباب بقى اتزنق فين؟ الشباب دلوقتي بقى شقي راح. احنا بنقول له تعالى اشتغل، تعالى اعمل مشاريع، تعالى نمي. ايه هي المشاريع؟ هقول له غير بعيد عن الزراعه والكلام ده، هقول له تعالى اشتغل معايا في التكنولوجيا، هيدخل معايا بقى في قصه المكونات والتكلفه. فلازم انا باي طريقه اريحه في الحصول على التراخيص، اريحه في الحصول على مكونات الانتاج. هنا وهنا فقط نستطيع ان ننافس وبقوه. احنا عملنا دراسه في مركز معاملات مجلس الوزراء عن فرص العمل في مجال التكنولوجيا، الدراسة دي منشورة اللي عايز يشوفها. نستطيع بسهولة بين 2 ل5 مليون فرصة عمل في هذا المجال. لك سيادتك أن تتخيل لما أنا
في مصر كل شهر 10 مليون لمبة كل شهر، 2 مليون موبايل كل شهر، ام بي 3 اللي انتوا قاعدين بتسمعوه كلكم ده كل شهر 500,000. دي احصائيات وارقام، العملية مش معقدة، العملية بسيطة، واديتكم نموذج بسيط جدا من هذه الاشياء. ليه ما بنعملش كده؟ ليه ما بنتحركش في هذا المجال؟ احنا بنخنق نفسنا. يقول لك تعالى بتاعت التنميه الصناعيه، لا انت لازم تعمل مصنع في مدينه صناعيه. القرار ده عمله احمد نظيف 2005 لما جه رئيس وزراء، قرار رئيس وزراء. اذا محلب ممكن بكره يلغي هذا القرار، الصناعه ممكن تتعمل في اي مكان طالما انها متوافقه مع البيئه. واحنا قبل القرار ده كنا بنشتغل ازاي؟ ما كانت المصانع شغاله في كل مكان في مصر. يتلغي هذا القرار. ليه بقى؟ لما انا اطلب من الشباب دول يعملوا مشاريع وتروح منطقه صناعيه هيقول له اقل حاجه 1000 متر. المتر بكام؟ ده اذا كان موجود. المتر بكام؟ 800 جنيه 500 جنيه. ده ايه؟ رمله، رمله وزرع. لسه هيبني. يعني اذا عشان بسم الله الرحمن الرحيم كده يبتدي يعمل اي مشروع عايز 2 مليون جنيه في جيبه. ده بس عشان يبني. انت بتتكلم على واحد لسه متخرج او واحد دبلوم معاه دبلوم وعايز منه 2 مليون جنيه عشان يعمل مشروع. يبقى انت بتقول بكل بساطه من يقوم بهذه المشاريع هم الاغنياء. اما عامه الشعب، الشباب اللي انا بتكلم عليهم واللي انت بتتكلم عليهم واللي بتحكي عليهم والرئيس بيقول عليهم، انت بتقتله من اولها كده. بتقول له لا انت ما بتجيش معايا، يا تدخل عامل عندي يا ما ينفعش تعمل مشروع. ومش عاجبك روح بقى ربي معزتين فرختين اعلف عجول، هو ده المتاح. انما يا ابني تدخل في تكنولوجيا في حاجه نظيفه زي دي على هذا المستوى وتكسب كويس وتنافس، لا ممنوع. ليه؟ هذه قرارات ورقيه، ورق لا اكثر ولا اقل. محل بيصدر قرار يا وزير الصناعه، ده قرار وزير الصناعه سهل التراخيص، قرار وزير صناعة سهل التراخيص وحدثت من قبل. لما انا بشوف الصين وانا بروح بكير على الصين وبشتغل معاهم وشايف قصه النجاح، هذا ما فعلوه قبل دينج شاوبينج. كان ماو تشي تونج مسيطر على البلد وفكر الشيوعي وحكومه و الى اخره، معادين الدنيا كلها. جه واحد تاني بعديه، حصلت مجاعه في اخر السبعينات في الصين. فالراجل اللي جه بعد ماو تشي تونج قال له بصوا يا جماعه، لو مشينا زي ما احنا البلد كلها هتموت. طب نعمل ايه؟ قال نعمل مناطق صناعيه ونجذب مستثمرين ونسهل. والنتيجه لهذا لما انا عايز اعمل مشروع في الصين، المكان اهو، الموظف يجي لي مش انا اللي اروح، الورق يجي لي مش انا اللي اروح، ابتدي واخد رخصه مؤقته واشتغل وهو اللي يجي لي، مش انا كعب داير اقعد الف على الناس واللي ياخد واللي ما ياخدش واللي يوافق والى اخره. هذه المواضيع انا اعتقد ان الميديا عندنا، جهاز الاعلام عندنا، القنوات الاعلاميه عندنا مقصره في غايه التقصير. المواضيع الهامه التي يهتم بها المواطن العادي، وانا بقعد مع كتير من الناس ومن الشباب، اول حاجه يتكلم يا بيه انا عايزك تشغل لي الورق. ده أول حاجة في أي تجمع سياسي. هنعمل إيه في العيال دي؟ ده الراجل بيخلف عيال عشان يساعدوه. الواد اتخرج من الجامعة، مرمي في بيت مش بيشتغل، اتجوز، خلف، الأب بقى بيصرف على الولد وعلى مراته وعلى حفيده. يعني أين الإعلام والميديا من المشاكل الحياتية التي تهم الناس. احنا لما نيجي في السياسة وبنلف في السياسة عشان انتخابات، غير بتوع التلفزيون، بتوع التلفزيون يقول لك الدستور والمادة مش عارف الكلام لذيذ ده. احنا الشغل كله بتاعنا نحل المشاكل بتاعتهم الحياتية، واهم مشكلة هي البطالة، وده اهم حاجة للشباب لازم نساعده بكل قوة. انا عموما اطلت ولكني شاكر للفرصة. احنا متشكرين جدا يا دكتور احمد على هذه الاطلاله الاقتصاديه التنمويه
يعني نتمنى يعني أن تفتح آذان التنفيذيين لهذه الأفكار الرائعة الجميلة. 2 مليون فرصة عمل يعني حاجة مفرحة جدا. يعني سبحان الله يعني رجال الأعمال قديما، مش قديما قوي يعني من 20-30 سنة، أقنعوا النظام السياسي أنه لابد أن تفتح الأبواب لرجال الأعمال يغترفوا من الأموال كيف يشاء. لماذا؟ قالوا له أن رجل الأعمال الميل الحدي للاستثمار عنده أعلى من الفقير، ولما يكتنز الميل الحدي للادخار برضو عالي، وفي النهاية سينتشر هذا من خلال على الشعب من خلال إقامة المشروعات وتشغيل الشباب، من خلال ما يسمى في علم الاقتصاد الأثر التساقطي للدخل. وهذا لم يحدث، وتعرفون يعني كسبوا يعني مليارات ولم يعني يعيدوها بالاستثمار. وطبعا زي ما قال أستاذ الدكتور أحمد أن خلق وظيفة يتطلب فيما يسمى الإنفاق الاستثماري، يعني مستوى الإنفاق الاستثماري ما هو الحد الذي من خلاله نستطيع، بيسموه في علم الاقتصاد المعامل الحدي لرأس المال على العمل. فده شيء يعني كبير جدا، وبنشكره على هذه الإطلالة العظيمة. وأنتقل للسيادة اللواء نصر سالم رئيس المخابرات الحربية الأسبق والخبير الاستراتيجي، وأقول له فيما يتعلق بالشباب، يعني لسان حال الأسرة تقول للأولاد: أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، فإن هبت الريح على أحدهم امتنعت العين على الغمر. هذه الطاقة وهذه الكتلة الحركة في أي مجتمع لابد أن تلقى الاهتمام والقبول، فله رؤية استراتيجية حول هذا الموضوع فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. خالص تحياتي وتقديري لكل الحضور، وبشكر الأستاذ الدكتور فكري على دعوته الكريمة. وحقيقي يعني أنا اللي عايز أتكلمه كتير، بس الوقت اللي تخصص ليه أكتر، فبقدر الإمكان هحاول يعني ما بعدش عن الموضوع. عندنا في حاجة في العلوم الاستراتيجية اسمها قوة الدولة الشاملة، يعني الدولة عشان تقف على رجليها ونقول دي دولة نامية ولا دولة يعني ها ولا دولة عظمى، ليها قوة، في قوة اقتصادية أو قدرة اقتصادية، قدرة سياسية، قدرة دبلوماسية، قدرة عسكرية، حاجة اسمها الكتلة الحرجة. يعني كل دول مجموعهم مع بعض بيعمل دولة. يعني مثلا لو عرفنا ان انا هاخد من اخر حاجة قالها الدكتور فكري اللي هي الكتلة الحرجة او الكتلة الحيوية بتاعت الدولة، يعني قيمة الارض، انا الموقع اللي انا عليه اهميته بالنسبة للعالم ايه، واهمية الناس اللي فوق هذه الارض فين. يعني أنا عندي نسبة الناس اللي بيعملوا قد إيه، يعني أقرب لكم المسافة أكتر. شوفوا إحنا أي بيت في مصر، عيلة مثلا 5-6 أفراد، كم واحد بيصرفوا على العيلة دي بينفقوا عليها؟ في دول تانية لو العيلة 5 يبقى 5 بينفقوا. الطفل بيرعوه لحد مرحلة معينة ولازم هو يكسب ويعمل. إحنا عندنا في بعض المفاهيم اللي لحد دلوقتي، يعني مش عايز أدي أمثلة بدول جنبنا، لما بيحصل طالب يتخرج من الجامعة على طول بيروح حاسب في إضافة للدخل القومي للبلد 30,000 بعملته في السنة. مش عايز أقول بس عشان إيه يبقى كلام يعني زي ما هو كده كفاية، لأن عارف إن ده اتخرج من الجامعة اوتوماتيكلي ايه بقى متوسط انه بيضيف للدخل القومي في السنة للبلد دي 30,000 كذا من عملته. فهل احنا عندنا العملية دي، ولا لما بيتخرج بيبتدي لا ده عايز مصروف للكافيه اكتر، لو عنده عربية عايز بنزين لعربيته، عايز عشان وهكذا بقى ايه العبء بتاعه. يمكن لما كان صغير كان بياخد مصروف قد كده، لما اتخرج زي ما سمعته من الاساتذة الافاضل بقى عبء على عيلته أكتر ما هو بقى جزء من الحل. هل ده مطلوب منا؟ طيب برضو عشان ما نبعدش كتير،
نيجي للقدرة السياسية. يعني إيه القدرة السياسية؟ يعني النظام الذي يدير البلاد، نظام السياسي. طب إيه وظيفته؟ إيه مهمته؟ مهمة أي نظام سياسي في أي دول في أي دولة هو حشد وإدارة إمكانيات وموارد هذه الدولة لتحقيق أهدافها، مش إن هو يمشيها بس كده وخلاص، بيأكلوا ويناموا ومبسوطين وبتفسحوا وتفرجوا على التلفزيون بالليل. لا، في أهدافها، عايز أبقى دولة فين، عايز الشعب ده يبقى فين. هي دي مهمة الإدارة السياسية أو مهمة القيادة. طيب إزاي يعني؟ يمكن لسه سمعنا الدكتورة نائلة برضو، أنا ما إيه باخد من كل واحد حاجة كده. الهند، أنتوا عارفين نسبة الأمية في الهند قد إيه؟ ده إحنا عندنا يعني إيه، لما يقف حد من المثقفين يتكلم ولا حد عايز يمسك الباقي الدولة من حتة اللي بتوجعها يقول لك الأمية الأمية. طب يا سيدي أهلا وسهلا، شكرين، عرفنا إن إحنا شعب أمي، معلش. نسبة الأمية في الهند أضعاف أضعافنا، بس بقى الشغل إيه؟ يعني إحنا حتى عندنا في العلم العسكري بيقول لك إيه؟ التعزيز للنجاح ولا تعزيز للفشل. يعني أنا عندي قوتين بيهاجموا، في واحد توقف وواحد نجح، طب أعزز مين فيهم؟ لو أنا أعزز اللي فاشل يبقى هضيع كل إمكانياتي، هقف أزق في اللي نايم ده وهعطل اللي قدام. العلم العسكري قال لك لا، أعزز اللي ناجح هيخلخل المقاومات اللي قدام اللي متوقف، هتلاقي اللي متوقف ده حصلك. ولذلك بصوا الدولة زي الهند، شوفوا في البرمجيات، في حد أعلى منها في البرمجيات النهاردة في العالم؟ أدي إيه؟ قدر يستغل نقطة قوة عنده وينطلق منها، الباقي هيحصلني، مش كلنا نروح مصطفين ورا ونقعد نبكي على اللبن المسكوب، الأمية الأمية. طب وبعدين؟ طب إحنا ما عندناش نقط مضيئة في مصر ننطلق بيها؟ لسه الدكتور أحمد هو بيقول، طب ما كل واحد من العلماء دول يجر وراه شوية ويورينا هيعمل إيه في البلد؟ كل حزب بدل ما هو قاعد يسمعنا كلام ما يعمل مشروع. وهدي أمثلة برضو من دول ودول بقت أحسن منا وتقدمت عنا وهي ما كانتش حاجة، في المشاريع التعاونية الصغيرة قوي. تعرف في المشاريع التعاونية إزاي؟ أنا برضو هدي المثل اللي عندنا والمثل اللي بره بتعمل إزاي. أنا شفت صحراوات مصر دي كلها في ناس بيجي وبتكلم عليهم بكل حب وبكل تقدير، رجال أعمال بس وطنيين شرفاء، هو ما كانش رجل أعمال ولا حاجة، بس واحد عنده فكرة عنده ذكاء يروح جاي في الصحراء واخد 10,000 فدان، تخيلوا، وعشرين ألف فدان. وانتوا عارفين اللي كان أهالينا زمان اللي يقول لك بيع الحلق يا بت، ولا بيع الطشت، ولا بيع مش عارف ايه، يلم مبلغ وخد حتة أرض صورها ويروح على البنك يقول أنا هزرع دي، يمكن معاه هو لو معاه 100,000 جنيه ولا حاجة ده كان بير البنك اللي ابتدي يموله، وهو يجيب مجموعات حواليه. بنجد ان النهاردة الناس اللي خدت الصحراء دي من 10 سنين النهاردة بيصدروا ودخلوا عملة حرة للبلد، وفي عندهم شغلوا آلاف من الشباب وعملوا مشاريع كتير جدا لأنهم استخدموا عقلهم، ما وقفهمش قوي الروتين والامراض اللي هي في الاداره عندنا اللي تعطل المراكب السايره، انما قدروا يمشوا عملوا كيانات مزارع كبيره بيصدروا النهارده ما شاء الله وشغلوا عمالة قد كده. في ناس عملت مصانع ونجحت وطورت، مش عايزين نسيء ليهم، بالعكس دول نعلهم القبعه زي ما بيقولوا، انما في مشاريع تانية رائعه انا شفتها في بلاد تانية، مشاريع تعاونية. ازاي؟ يعني احنا مجموعة 100 فرد هروح رايحين انا اخد حتة ارض، تمام، بس هي بقى في دور الدولة انها تخلص لي كل البنية التحتية اللي تأدي لي النجاح هنا. احنا ككل ممكن نروح بناخد قرض من البنك ما كانش معانا، لو معانا هنجمع وبعدين نبدأ في مشروع تعاوني كامل، سواء كان زراعة أو كان صناعة سواء كان تجارة سواء كان أي حاجة، وبعدين كلنا إيه شركاء في رأس المال. يعني لو أنا بزرع مزرعة 1,000 فدان وإحنا 1,000 واحد، كل واحد فينا يمتلك فدان على المشاع، مش كل واحد يقعد في فدانه، وكلنا بنعمل في المزرعة دي لحد من إيه اللي بيطلع في النهاية المحصول. كل واحد طبعا ده واحد ينفع مهندس ري، ده ينفع مهندس زراعي، ده مهندس ميكانيكي، ده عامل بيشتغل،
ماشي بيشتغل ليه اجر بتحدد له طبقا للوظيفه اللي بيأديها، انما هو يمتلك على المشاع فدان. خلصنا طلعنا من الألف فدان دول طلعنا 1,000,000 جنيه، اتصرف منهم قد كده، نلم الباقي ونوزعه على الناس بعد ما كل واحد خد مرتبه. مشاريع تعاونيه. طب هنقعد ننام حوالين الزراعه على ما تطلع النبته؟ لا، في وسط المستعمره او في وسط المشروع الزراعي ده راح عامل ورشه صغيره يعمل ترانزستورات، يعمل اللمبات الصغيره اللي زي دي، يعمل اي حاجه مشروع، بحيث انه ايه، مش بدل ما هو قاعد زي ما بيقولوا محلاها عيشه الفلاح بيتمرغ على ارض براح، لا، الارض البراح بتاعته هي الورشه اللي على ما يستنى على ما الزرعه تاخد دورها بيجري جري على الورشه او على المصنع الصغير او على المشروع ده، بينتج في كل وبيتكاملوا مع بعضيهم. اذا احنا عندنا حاجات كتير، يعني زي بقول ايه، لو لازم يبقى في دور للقياده السياسيه اللي هو حشد وتوظيف الامكانيات والقدرات في الاتجاهات الصح، التنسيق بينهم، يدي لهم فرص تساعدهم، بس لازم احنا اللي نعمل لينا. يعني اتمنى لو كل حزب مثلا يعمل نموذج زي ده، نموذج اقتصادي، نموذج انتاجي، مش نموذج كلامي، وده يدي القوى السياسيه اللي في مصر كلها، والعلمكم القوى السياسيه بره بتعمل كده. انا مش عايز بس اقول اسماء، انما في بلاد فيها القوى السياسيه ما هي الى نماذج منتجه بتبتدي تلم الناس حواليها، بيبقى في اهداف، في مصلحه وفي منفعه متبادله، هي دي اللي بتجمعهم يبتدوا يتكلموا بقى ايه في السياسه. لكن مش نبتدي من الاول بالسياسه، لا، ابتدي الاول من تحت، اعمل البنيه التحتيه لك كحزب سياسي، ثم السياسه دي اخر حاجه نتكلم فيها. انما كلنا مولودين عايزين نبقى رؤساء، كلنا عايزين نبقى وزراء، كلنا عايزين نبقى سياسيين. طب بأمرت ايه؟ ايه دورك في الحياه؟ بتعمل ايه؟ انتجت ايه؟ اضفت ايه للبلد؟ اضفت كلام؟ مكلمه؟ لا، الناس كلها يعني بقول في نماذج كتير جدا. ان شاء الله يعني الراجل اللي عامل تجربه مش عارف بيوفر وقود مش عارف قد ايه للعربيه، فين النماذج دي؟ ما نكررهاش ليه؟ هي مصر عقمت ولا ايه اللي جرى لها؟ فيها نماذج، بس عايزين هي دي اللي نلتف حواليها. ما شفناش حزب من الاحزاب راح جايب الراجل ده وابتدى ايه ينمي حواليه ويجيب كام مجموعه تتعلم ودي فكره. هي دي اللي ده اللي احنا عايزينه، مش كام 100 حزب ولا كام 90 حزب. ما سمعناش واحد زرع شجره، ما سمعناش واحد عمل مشروع انتاجي او اي مشروع من المشاريع اللي بتنمي قدرات وامكانيات الدوله. طبعا في تضليل وفي ابتعاد عن الحياديه، ومش هخوض في مسائل اكاديميه لانه كثير من الاعلاميين يرددون بشكل خاطئ انه لا حياده في الاعلام. طبعا، لكن الامر نسبي، لا حياده مطلق، لاننا نؤكد ان دائما الوسيله الاعلاميه تميل للملكيه، لصاحب راس المال، لمن يملك. طبعا بالنسبة لنا الإعلام العام أو الإعلام الرسمي هو للنظام الحاكم، أما الإعلام الخاص فهو يميل لمصالح هذه الطبقة. وأشعر أن القيادة السياسية أدركت ما يرمي إليه وما يجرون إليه الإعلام الخاص خلال الفترة السابقة، وبدأ دعما للإعلام الرسمي. هناك كثير من التفاصيل، نحن في فترة انتقالية، لأن الدستور في مواده 211 و212 و213 ألزم الدولة بضرورة التحول. أنا بنتهي، يعني أنا ممكن أتحدث كثيرا لأن الإعلام يشغل الناس وبحاجة إلى كثير من التوضيح. كما قالت الدكتورة نائلة أن خطأ فادح إلغاء منصب وزير الإعلام. ليه؟ هناك فارق بين إلغاء الوزارة، وهو ما لم يتم حتى هذه اللحظة، ما أنشئ بقانون يلغى بقانون، فلم تصدر أي تشريعات قانونية تلغي وزارة الإعلام. ما خسرناه، وأنا أنتمي إلى الإعلام الرسمي، ما خسرناه وجود وزير على طاولة مجلس الوزراء. احنا وفرنا مرتب وزير الاعلام، لكن نحن كنا
في أشد الحاجة لوزير للإعلام في هذه الفترة الانتقالية التي تعاد فيها المؤسسات الإعلامية. طبعا بالنسبة للصحافة سوف تلغى المجلس الأعلى للصحافة، هناك مجلس وطني للإعلام سوف يراقب الجناحين، الصحافة المطبوعة والإلكترونية والإعلام البث المرئي والمسموع، وهناك سوف تنشأ هيئة عامة لإدارة البث المرئي والمسموع، هويتها، كيفيتها، اختياراتها، كل ده منوط به، ولذلك احنا بنقول هذه المواد من المواد الانتقالية في الدستور منوط به التشريعات القانونية، لم تصدر حتى الآن، والبرلمان معطل، والبرلمان في تقديري لو طال به الأمد سوف يستغرق على الأقل عامين للنظر في القرارات بالقوانين التي صدرت سابقا. المشهد مرتبك. أحيطكم علما على أن هناك من أدوات الرقابة الذاتية ميثاق الشرف الإعلامي. ميثاق الشرف الإعلامي غير ملزم، لأنه لو كان ملزما لصار قانونا. نحن نبتعد بالمواثيق الشرف الإعلامية عن التشريعات القانونية، لأنها لو ملزمة قانون العقوبات هو فيه من المواد ما يكفي لمعاقبة من يخرج عن الجادة. نقطتان أخيرتان، غياب نقابة للإعلاميين، أقصد الإعلاميين الذين يعملون في وسائل البث المرئي والمسموع سواء حكومي أو خاص، وليست، وأعترف أمامكم وهذا ربما يكون يحسب علي، أن ليست هناك إرادة حتى هذه اللحظة لميلاد نقابة للإعلاميين، لأنها نقابة رأي، سوف تكون نقابة رأي بالتأكيد، مش نقابة مهنية أو عملية. حتى هذه اللحظة غير قادرين على ولادة نقابة للإعلاميين تحاسب من يخرج عن الجادة، ولذلك سوف تستمر الفوضى في سوق العمل الإعلامي، سواء على مستوى الأفراد مقدم البرامج الذين تحولوا إلى زعامات سياسية يرتبوا أجندة الوطن وأصبحوا خبراء في كل شيء في الرياضة والفن والسياسة والاقتصاد، وجرونا، هذه النقطة الأخيرة يا دكتور فكري، أننا تحولنا، انظروا إلى أنفسكم، ولا أوجه اللوم لهؤلاء مقدم البرامج إطلاقا، أوجه اللوم إليكم. لماذا؟ كيف؟ زي ما قالت الدكتورة نيلة منذ قليل، المتحولون، كيف نحن، أنا أستعجب من نفسي، كيف أصدق سين من البشر تحول على مدار العصور وتقلب على الموائد وما زلت أصدقه، وتحولنا من البحث عن الكرامة الإنسانية، العيش الكريم، جودة الحياة، هذه المفاهيم الحديثة، إلى قضية التخوين والإرهاب والعنف. الإرهاب وهي هذه تجربة السبعينيات في مطاردة الجامعات الإسلامية العواجيز اللي مثلي، الأمن والمواجهة الأمنية أحد الأدوات في مواجهة الإرهاب، الفكر لا يقابل إلا فكر. نقطة أخيرة، أن نجحت أستاذي الدكتور فكري هو أكثر مني، نجحت شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك على ربط الفيسبوك بالقمر الصناعي. ماذا يعني هذا؟ هذه قضية الشباب. ما يعني هذا؟ أن الفيسبوك أصبح هو الدولة الحاكمة في العالم، متخطيا كل الحدود السياسية، متخطيا التعريفات التقليدية في مفهوم الدولة، علم وأرض وشعب ونظام سياسي تماما. أصبحت دولة الفيسبوك هي الحاكمة للشباب، ومن الفيسبوك نتلقى رسائل من تنظيمات ودول وكذا، ولذلك هذه إجابة للسؤال، لماذا ينضم آلاف الشباب إلى داعش، تنظيم الدولة في العراق والشام؟ الموضوع في غاية الخطورة، نحن في مشهد مرتبك وفي مشهد خطير، ونحن في فترة قلقة،
فترة نؤسس فيها للغد، لشباب الغد. كما نلوم أجهزة الإعلام، لوموا أنفسكم. شكرا جزيلا.